إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. هل يجوز للإمام أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة أم يقتصر على قراءة البلد الذي يصلي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية، لا مانع للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بهذه القراءات في صلاته الجهرية التي يؤم فيها الناس، ولكن ينبغي على مثل هذا الإمام أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها، بحيث لا يحصل تشويش على جماعة المصلين، بمعنى أنه يقول أني أقرأ مرة بقراءة حفص عن عاصم ومرة مثلا بقراءة ورش عن نافع. فإذا كانوا لا يعرفون هذه القراءات وهو غير متقن وقد ينسى وكلنا معرض للنسيان، فالأولى أن يقرأ لهم بالقراءة المعهودة في هذه البلدة لئلا يحصل تشويش على المصلين، ومن جانب آخر قد لا يستطيعون الفتح عليه بالقراءة التي يقرأ بها. والله أعلم. يا من إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.